رئيس الوزراء يتابع سبل تطوير الأسطول التجاري البحري لدعم التجارة الخارجية. البترول تعلن إنتاج 80 مليون قدم مكعب غاز يومياً لمنطقة امتياز بالبحر المتوسط. الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر بعد إعلان الصين اتفاقها مع الولايات المتحدة على إلغاء رسوم جمركية. مرحبا بكم في نشرة اقتصادية جديدة. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث سبل تطوير الأسطول التجاري البحري لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم. وأكد مدبولي خلال الاجتماع مساندة خطط تنمية الأسطول التجاري باعتباره أحد الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتطوير شركات النقل البحري. وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض دراسة لتطوير الأسطول التجاري المصري الذي يبلغ إجمالي سفنه العاملة في رحلات دولية وساحلية 117 سفينة تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن. وقد ساهم الأسطول في نقل تجارة مصر الخارجية خلال عام 2018 بنحو 8%. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء إنتاج الغاز الطبيعي من البئر سيلفا بالمرحلة 9B بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط بمعدل إنتاج يتراوح بين 60 إلى 80 مليون قدم مكعب غاز يوميا في أوائل شهر نوفمبر الجاري. وأوضحت الوزارة أن شركة البرولوس للغاز انتهت من أعمال ربط البئر الجديدة على الإنتاج ليصل إجمالي إنتاج الأبار الثلاثة إلى نحو 240 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي. ومن المخطط أن يشهد شهر مارس المقبل وضع الأبار الثلاثة الأخيرة بمشروع المرحلة 9B على الإنتاج بمعدل 170 مليون قدم مكعب يوميا. ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية قبيل ختام جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 4 مليارات و300 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 737 مليار و400 مليون جنيه بعد تداولات بلغت نحو 647 مليون و700 ألف جنيه. قال وزير الدولة للتجارة والصناعة بحكومة الهند أن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة وخاصة مصر التي تعي أهميتها وإمكانياتها جيدا. وأكد في كلمته خلال انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي الأول للهند ودول غرب آسيا وشمال إفريقيا أن الهند تعد خامس أكبر مستثمر بإفريقيا خاصة بمجالات المصارف والنفط. لأول مرة في شمال إفريقيا انطلقت أعمال المنتدى الإقليمي للهند ودول غرب آسيا وشمال إفريقيا والذي ينظمه اتحاد الصناعات الهندية، وذلك بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول القارتين. المؤتمر ده يعتبر استكمال للجهود اللي بتقوم بها السفارة الهندية والعلاقات ما بين الهند وجمهورية مصر العربية في زيادة الاستثمارات الهندية المصرية. في اكسبكتيشن ان المرحلة اللي جاية في خلال الثلاث اربع سنين اللي جاية الاستثمارات دي هتزيد بنسبة 200%. المنتدى الذي حضره وزراء التجارة والصناعة من تونس والجزائر ومالي ناقش قضايا التصنيع والخدمات الاستثمارية والاتصالات والتعدين والطاقة. تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والنظر في إمكانية امتداد هذا التعاون إلى مجالات فنية أخرى من شأنها أنها تعمق العلاقات بين الدول وتكثف مسائل اللي فيها واجب التنسيق بين الدول المنتمية للجنوب. حجم الاستثمارات بالنسبة للهند داخل مصر يفوق 3 مليار دولار. حجم الاستثمار مصري العكس بقى داخل الهند أقل من 50 مليون. رقم ما فيش وجه مقارنة إطلاقاً
عشان كده احنا توجهنا في الفترة الجاية دي لازم يكون على التصدير. دعا الملتقى الى التوجه لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة كقطاع قادر على بناء الاقتصاد وخلق شراكة بين مصر والهند ودول المنطقة. انعقاد هذا المنتدى يعد فرصة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر ودول القارة الإفريقية والأسيوية، ويسهم بشكل كبير للتعرف على المزيد من المشروعات الاستثمارية. محمد الخطيب، النيل. في إطار جهود الدولة للإسراع في تطبيق منظومة المخلفات الصلبة لأحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بالمحافظات، تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من محافظتي القاهرة والقليوبية للاستفادة المشتركة من مصنع السلام لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة والدفن الصحي الآمن. كما تم التوقيع على عقد خدمات الدفن الصحي ونقل المرفوضات النهائية والمعالجة والتدوير لإنشاء وإدارة مدفن العبور وإعادة تشغيل مصنع السلام الذي سيقوم بتدوير ما يقرب من 1,000 طن يوميا بالقليوبية و4,000 طن يوميا بالقاهرة. قال سفير فرنسا بالقاهرة ستيفن روماتي إن مصر وفرنسا تربطهما علاقات خاصة من التعاون في المجال الاقتصادي تمتد لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن البلدين يدركان أهمية التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا والابتكار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع محافظ البنك المركزي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإعلان عن إطلاق أول مسابقة فرنسية مصرية للشركات الناشئة لتشجيع رواد الأعمال وتحفيز قدراتهم الإبداعية. شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة الإطلاق الرسمي للمسابقة الفرنسية المصرية للشركات الناشئة في مصر، والتي تستهدف تحفيز الشركات المصرية الناشئة على الإبداع والابتكار، وذلك بحضور كبرى الشركات الفرنسية العالمية وما يزيد عن 300 مشارك من الشباب المصري. L'Égypte est un pays d'innovation. أنا سعيد جدا بجهود مصر في مجال الاتصالات وريادة الأعمال وسعيها إلى صياغة استراتيجياتها الوطنية من أجل شغل مكانة على الخريطة الدولية. وفرنسا تعد شريكا أساسيا لمصر في مجال الشركات الناشئة باعتباره موضوعا حيويا يقوم على تشجيع الشباب وتحفيز قدراتهم الإبداعية. يعني في تعاون ما بين فرنسا وما بين مصر في مجال إبداع الشركات الناشئة. المسابقة بتتميز انها بتتعرض لكذا قسم او كذا صناعة، في الجزء الخاص بالفينتك او استخدام التكنولوجيا في الفاينانس او الماليات، وده ليه علاقة مهمة قوي بالشمول المالي. الجزء الثاني ليه علاقة باستخدام التكنولوجيا في المجالات الصحية او الهيلث كير. الجزء الثالث في المدن الذكية. فدول ثلاث مجالات مهمين جدا طبعا للدولة في ضوء المشروعات الراهنة ومهمين على مستوى العالم. وتتناول المسابقة ثلاثة محاور هي الصحة والمعاملات المالية والمدن الذكية، وتأتي المبادرة في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقيات الأربعة التي تم توقيعها بين البلدين في يناير الماضي أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر. الشركات الناشئة الصغيرة بتبقى محتاجة موجهين ومساعدين من الشركات العالمية عشان يقدروا ان هم يساعدوهم في بداية الامر، وهم لسه بينشئوا شركات عندهم خبرات ناقصة فبتكملها الشركات العالمية. فحاجة زي المسابقة الفرنسية المصرية او المصرية الفرنسية اللي بتقوم بيها النهاردة هي ان احنا بنجيب الشركات الفرنسوية ان هي تساعد الشركات المصرية الناشئة. فكرة اذا كانت قابلة للتنفيذ ولم يفكر فيها حد قبل كده هو ده بداية النجاح. الشخص لازم يدور على زي ما بيقولوا حد يسند الفكرة ويطورها ويخليها قابلة للتطبيق، هو ده الجزء الهام. وصلنا لهذه المرحلة بتبقى ممكن تكوني شركة وتبتدي تنفذي هذه الأفكار بشكل اقتصادي يعود بالنفع على اللي عملوه وبيعود بالنفع على المجتمع في نفس الوقت. ومن المقرر أن تشمل المسابقة جوائز مالية للفائزين، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للشركات الناشئة الفائزة للسفر إلى فرنسا لقضاء فترة احتضان، حيث سيتم تسليم الجوائز في فبراير القادم. مسابقة مشتركة بين الجانبين المصري والفرنسي في إطار التعاون المثمر بين البلدين لتحفيز الشركات الناشئة المصرية وإيجاد حلول ذكية في مجالات التكنولوجيا المالية والصحة والمدن المستدامة، بهدف دعم وتعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار. ندى إبراهيم، النيل. صرح مسؤول بالإدارة الأمريكية بأن اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي طال انتظاره
قد يتأجل حتى ديسمبر القادم في ظل استمرار المناقشات بخصوص الشروط والمكان. وأضاف المسؤول أن الصين ترى في اتفاق سريع أفضل فرصة لديها للحصول على شروط مواتية في ضوء الضغوط التي يواجهها ترامب من تحقيقات عزله التي ينظرها الكونغرس. من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية تبادل البلدان فرضها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور على مراحل مختلفة. وقال كاو فينغ المتحدث باسم الوزارة إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن تتبادل إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى المرحلة الأولى من اتفاق التجارة، مضيفا أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق. في أسواق المال الأوروبية، صعدت الأسهم لأعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر اليوم بعدما قالت الصين إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على إلغاء رسوم جمركية قائمة على مراحل، ما يعزز موجة صعود مستمرة لليوم الخامس على التوالي. وصعد المؤشر Financial Times 28%، بينما حقق المؤشر داكس الألماني الزاخر بشركات التصدير أداء أفضل من سائر السوق بوجه عام، وارتفع 69%. كما صعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 12%. ونعود إلى أداء البورصة المصرية اليوم، وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف أسماء حسن مراسلة النيل. أسماء، ماذا لديك الآن وكيف ترين أداء السوق اليوم؟ أسماء، هل أنت معي؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلتنا، ونعود إلى نشرتنا وختامها والتذكرة بأهم العناوين. رئيس الوزراء يتابع سبل تطوير الأسطول التجاري البحري لدعم التجارة الخارجية. البترول تعلن إنتاج 80 مليون قدم مكعب غاز يوميا بمنطقة امتياز بالبحر المتوسط. الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر بعد إعلان الصين اتفاقها مع الولايات المتحدة على إلغاء رسوم جمركية. نهاية نشرتنا الاقتصادية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.